أسألكم بالله، أسألكم بالله ليوم الدين، هل المجموعة اللي الآن بتفاوض في المجلس العسكري إذا سلموهم أدوهم لها كان لها الليلة ده سلموها براهم الشعب السوداني كله بيسكت؟ أيوه بيسكت وين؟ بيسكت وين؟ بيسكت وين؟ طيب المدنية بتتكلموا عنها اسمع المدنية اسكت يا زول، انتوا في ناس لهم اغراض مزروعين جواكم،